come to Cape Town, the city by the sea. هنا يلتقي المحيط الهندي والمحيط الأطلسي في كيب تاون، المدينة العائمة بين محيطين، في جولة لشروق نيوز بهذه المدينة الساحرة التي تقع في أقصى جنوب جمهورية جنوب إفريقيا على بعد أكثر من 15,000 كيلومتر من الجزائر. يزورها سنويا ملايين السواح الأجانب ينعشون اقتصاد المدينة القائم على السياحة والصيد. تشتهر المدينة في وسطها بالواجهة البحرية فيكتوريا وألفريد، وهي عبارة عن ميناء قديم أسسه البريطانيون منذ مئات السنين. ويظهر التصميم الهندسي لكيب تاون متأثرا جدا بالتصميم البريطاني والهولندي. من وسط المدينة إلى أجمل أماكنها على بعد ساعة، إنه موقع رأس الرجاء الصالح، أو بالإنجليزية كيب بوينت، حيث آخر بقعة على اليابسة في القارة الإفريقية، ليلتقي المحيطان الهندي والأطلسي هنا. شعوري وأنا في أعلى قمة تطل على المحيطين أكثر من رائع. هذا مكان أجمل منطقة في العالم. أنا الآن في كيب تاون، وأنا قادم من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه أول زيارة لي إلى جنوب إفريقيا وكيب تاون. ما أراه هنا مذهل جدا. أنا حاليا في رأس الرجاء الصالح، على شمالي المحيط الهندي وعلى يميني الأطلسي، وهي نقطة الالتقاء بين المحيطات. من رأس الرجاء الصالح إلى محمية البطاريق، هذا الحيوان المدهش وجد له مكانا هنا رغم أنه يعيش فقط في المحيطات المتجمدة. لكن التيارات الباردة الموجودة في وسط المحيط الهندي والمحيط الأطلسي وفرت له مناخا ملائما للعيش في هذه المحمية. وإذا كنت من زوار مدينة كيب تاون، فينبغي عليك ألا تفوت الصعود إلى واحد من عجائب الدنيا السبعة، إنه جبل المائدة أو تيبل مونتاين، على ارتفاع أكثر من 3,000 متر. قيمته المذهلة مسطحة على شكل مائدة كبيرة، يجذب إليه ملايين السواح سنويا من كل بقاع العالم. أنا من النرويج، وجبل المائدة كله مذهل، إنه عالم آخر. من رأس الرجاء الصالح وسحر مدينة كيب تاون ومن محمياتها الرائعة إلى جبل المائدة، كان معكم شمس الدين عسي، الشرق نيوز، كيب تاون، جنوب أفريقيا.